صرت الحر لو داس الزمان ورماه من ما جراله يروح عند الخسيس ورماه دا يبكي وينوح وعيون من البكا ورماه. واقول لك الجد يا اخي سيب يا اخي سيب الخسيس ورمى. خبز وفتونة لو كانوا يا خلق بالمعروف فتونة ما كنتش أقول مقتدر في علا على ما جرى لي. ويح قلبي لما جراني صابر على حكم الكريم مولا. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على لقيت طريقة أطلع بيها بضاعة تملى كونتينر. أنت تعرف طلع حاجة برا مصر؟ أنا الصراحة هنزل ده يعني ما ارتحتلوش كده من أول ما شفته. ساربي أهلا. ليه سايب الناس تقول عليك اللي سايب طارة؟ عشان وقفتي قدام الناس والدنيا كلها عاوز راجل. طب على الطلاق لو شاف السرير اللي اتجنن. سرير إيه؟ السرير اللي كانت بتنام عليه أختك يا سلطان. لا مش للبيع. أنا بقول أفرجوا على السرير عشان بس يعرف ان عندنا طلب. مالك فيك ايه؟ فيش. I can find someone who paid 10 million dollars. حتى لو 10 مليون ما عم بيعش. حربي مش راضي يبيع السرير. لازم تقنعه يبيع السرير، ده اكبر مافيا لتقريب الاثار. حقك تعرف يا بنتي جابر كان هيقتل طايع ولدي، واللي وزع القتل ابوك. والله العظيم لو حد فيهم مشي ورايا خطوه واحده لموت نفسي. سيبوها. انت بتلعب لعبه خطر وانا عايزه ابقى جنبك فيها. طلبته منك زواج. زواج موكلتك. موكلتك مبروك يا عروس. مبروك بتاعتي انك ترجع المدرسه. انا مش راجع المدرسه غير لما اخد طرابوك. خايف عليكي من حربي. ممكن اخد حبه برشام. احنا نطلع السرير ونعرضه للبيع عشان نعرف ثمنه ونرجعه تاني. نشيل الرحم. انا هقول لطايع يا موت سندي. اقعد قول لطايع عايزين حقيبه دبلوماسيه كل شهر. الراجل قاعد قدامك اهو والحاجه في الطيار. انا كده عملت اللي عليا وزياده. استنى يا دكتور. قدرتش
يعني انا هقول له ان انا شلت الرحم. What's wrong? Could you come with us please? يا بوي. ممكن اعرف احنا قاعدين هنا ليه؟ What's wrong? Be patient. ها؟ يقول اصبر. Welcome my friends. الحقنا يا مستر هانز. What's the problem مستر هانز؟ A special treatment. You'll be out of the airport in minutes. بيقول إنهم تبعوا عشان يخلصوا لنا الإجراءات بسرعة. أقول من الأول يا بني آدم. يا راجل سيفتر ركبنا. It was just a surprise. مفاجأة. تخرب بيتك يا مستر هانز. أتأكد إن السرير طلع من المطار. السرير في العربية اللي ورانا. ياه السرعة دي. هو هانز ده طلع تقيل. You're talking about me. Yes. أنت تقيل. تقيل. Yes. Heavy. Before we talk business, I'd like to show you a few pieces so you know what we're interested in. بيقول هيورينا حاجات عشان نجيب له زيها. See? أنا شاب على الحتة دي. دي ودي ودي ده كل ده شغلنا. ايوه بس دي اللي كانت في المخزن القديم اللي كان عليها عنكبوت كد كده. بس ربنا نفخ في صورتها. شوف بيهتموا بالحاجه كيف. احنا لو اعتنينا كده كانش ده بقى حالنا. كان زماني دلوقتي مدير متحف. والي كان زماني بجتيه ابن مدير المتحف. ترجم معايا لغايه ما اتعرف عليه. تتعرف على مين انت جنيد؟ ده وقت اللي بتعمله ده؟ يا عمي ده هو ده وقته. وانت فاكرني جاي ليه؟ ابونا محرج علينا ما نتكلمش مع الاجانب في الشغل. ايه؟ كم؟ سوري كريزي. غوري تعبش من اساسه. عامله فيها شريفي. الحريم هني كلهم شمال يكون في علمك. ما عدا دي على حظك. This is Eleanor, the auctioneer. دي اللي هتدير المزاد. أهلاً أهلاً. I'm sorry, but we can't add your piece to the auction tomorrow. Every event is planned month ahead. بتقول إيه؟ بتقول إنها مش هتقدر تعرض السرير بكرة. علشان الحاجات دي لازم يتفقوا عليها قبلها بشهر. I pushed it to next month. It'll be better for the buyers. هانز بيقول إنه اتفق معاها على الشهر الجاي. وده هيكون أحسن للمشتري. لا 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 احنا جايين على انه هيتعرض بكره. قول لهم ما عايزينش احنا نسافر طوالي. Did you see bed? Not yet, but it's not gonna make a difference. Wait. طبعا سلطان يا هتعمل ايه؟ وريها السرير ما شفتوش. Hello.
It's very impressive. He say, we'll go back. I have never done this before, but this is one of a kind. Okay, I agree. وافقت. هتعرض. احنا متشكرين يا ست الكل. بقول لك عاوزه كارت، كارت فيزا. كلها في كاش. او دول كمان. دي غرفة. ماشي. امسك انت وابوي. يلا. طبعا عارف ان انا مش طايقك، ها؟ عارف. بس انت طلعت مخ تقيل. مش عشان اللي عملته النهارده مع الوليه وبس. لا. انك تعرف تبلف ابوي عايز مخ ذري. امال مش طايقني ليه عاد؟ عشان كان نفسه ان انا لا اعرف ابلف ابوي. مش غريب. طب ما انت قلت عاوز مخ ذري. ولا يهم. تحب اخلي ابوك ينزل مع السرير النهارده على مصر؟ لا مش للدرجه دي. خلاص هطيقك. تعرف المشكله فين؟ انا اللي مش هقدر اطيقك. وحشتك يا موجة. عاملة ايه؟ لو شفتك هبقى كويسة. قريب. قريب قوي كمان. راجع انت. ما عارفش. بس قريب. أول ما أرجع على مصر. اكفلي هكلمك تاني. عاوز ايه يا ضاحي؟ يلا ننزل ونشوف نسوان البلد دي عامل ايه. هو انت بتهداش ابدا؟ هنزل لوحدي براحتك. وجابوني. طب اسمع، نخلص اللي احنا جايين عشانه واخدك افسحك في سويسرا كلها. قلت ايه؟ فسحني. سلامة طايع. سلامة ضاحي. الوكل برد يا دناي. انزل انتي وانا جاية وراك. ايه اللي وجع دي؟ ايه؟ اللي وجع ده؟ دي علبة دواء فاضية. اطلع بره يا سيدة. دي علبة دواء فاضية. شطيها برجلك ليه؟ لا ما شطهاش برجلي. هاتيها. لا ما هي فاضية ارميها. هاتيها. مش لازمة. هاتيها. وريني. بالشمن على الحمل؟ تعملي بيه ايه ده؟ لا مش بتاعي. شايلاه في دلابك ليه؟ ما تعملي بيه ايه؟ مش بتاعي يا ماما. قلت لك كنت حسك هقول لك هفهمك. انا طايقه اتجوزي. من ورانا يا جليلة الرباية؟ كلت أصحابك يا فاشري؟ ما هو لو أبوي كان وافق ما كانش كل ده حصل. أبوك اللي ما عملتلوش حساب؟ أنا من حق أتجوز وأعيش زي بقية البنات. مش بالطريقة دي.
وتحسي بالطريقه دي اضربيه بس وتحسي تكسري ضهرك تحطي راس ابوكي في الطين يا ريت بطني ما شلت فيكي 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 كان نفسي البسك الفستان الابيض بيدي لكن انتي حرمتيني من اليوم ده اليوم ده عمره ما كان هيجي وانتي عارفه من حقنا نخاف عليك انا وابوكي مالناش في الدنيا غيرك ما تخافيش هو اساسا ما رضيش يلمسني غير لما اتاكد ان انا مش هعمل ابوي يقول الكلام ده لابوكي ابوي لا ماما يا ماما ابوكي ايه اللي احب على يدك بلاش ابوي هيقتل لو عرف يستاهل لا ما يستاهلش ما يستاهلش ولو مات هموت نفسي ورا موتكي وغرضي غرضي ما قدمناش غير حل واحد اللي تقولي عليها نفس يجي يتقدم لابوكي وابوكي يوافق مش هيوافق هيرفض في المرتين اللي فاتوا فاس وجعت في الراس المرة دي هيقبل هيقبل ايه؟ يعني هتقبل اي عريس يتقدم لها مالك يا مهجة تضربها ولا ايه؟ لا واكسر رقبتها تتخرفي ولا ايه؟ والطار اللي عليها الناس ابتدت تتكلم بيقولوا ماشية بطال واللي بيقول متجوزة في السر وبعدين هي في حمى عمدة انت لازم تتجوزها وإلا سيرتك هتبقى على كل لسان الله الله على الانتربول ايه الشغل على ميه بدا ده مر انا لك حربي تقعدوا فيها اوكي ليديز اند جنتلمن ليتس ستارت اور اوكشن 11 مليون يورو 11 مليون يورو اوكي 12 مليون يورو بيقولوا ايه قول 12 مليون على اللوحة 12 مليون 12 مليون يورو نبش الفروج ده نبش فروج دي لوحة زهرة الخشخاش دي اللي اتسرقت من مصر خشخاش انا بقول برضو اللي يدفع الفلوس ده كلها هيكون دماغه فيها خشخاش وهيروين كمان 12 مليون يورو 12 مليون يورو سولد يا وبعتك ده الفلوس بتجنن برضه هيعرضوا السرير دلوك So this is such a rare masterpiece from the second royal pharaoh's family so you can find more information in your brochures 5 million euro 6 million euro 7 مليون 20 مليون 20 مليون بقول لك ايه قول اعلى سعر احنا ما خسرانينش حاجه قال 20 مليون احنا المشتري والبايع قول 21 مليون 20 مليون مستر بينو قلت اعلى سعر قلت لها 21 وهو قال 20 21 مليون يورو I'm sorry but you can't buy your own piece بتقول ايه بتقول ما ايه ما ينفعش البايع يكون هو المشتري ايه 20 مليون يورو كونجراتس سولد مستر بينو ثانك يو السرير ده بتاعنا ومش للبيع يو هاف تو ريسبكت ذا رولز بيقول ايه يا
يقول لازم نحترم القوانين. بقول لك يا بلدينا، السرير ده بتاعنا واحنا ما عنبيعش، افهمت؟ قول مبروك يا اخي، بيع خلصت خلاص. ما مبروكش وما خلصتش. بقول لك ايه يا روح امك، السرير ده مش للبيع، افهم؟ هات السرير يا ولد. قاعد سيدي، مؤخرة بتاع ساعة يشتغلوك. What happened؟ The auction is finished. كانوا عارفين إن في كاميرات مراقبة هنا، خلوها تبعت لنا الصورة متأخرة. They tricked us again. بتقول تاني؟ يعني ضحكوا عليكم قبل كده؟ وأنا اللي كنت متضايق إن هم شاروا نص الاسم. أنا عاوز السرير دلوقتي حالاً. يا ابوي اقعد واحد وهنجيبهولك. اه جيب يا سلطان، خلاص اللي حصل حصل. لا السرير يرجع، يعني يرجع. هيرجع على الطلاق، لا يرجع بس اهدى. قسما بالله لو ما رجع انا هسودها على دماغكم كلكم. طب واحنا مالنا يا ابوي؟ قعدتوا تزنوا على ودانك. لا يا ابوي، ولا انا ولا سلطان زنينا على ودانك. وبعدين خلاص نصيبك ده. يا ابوي ال 20 مليون يورو ده احنا نبطل شغل فيه. ولا فلوس الارض كلها تلزمني. أنا هيلزمني السرير. اكتم اكتم. خلاص يا ابوي اهدى. وطايع فين؟ عمدرة الزفت المتحف. بيهبب ايه مع عمدرة الزفت ده؟ شوف مين. تعالى تعالى شوف، انت قلت لي الموضوع ده على ضمانتي، وضمانتك بالنسبة لي يعني رقبتك. رئيس حربي، احنا ما كناش نعرف حكاية ان البايع ما ينفعش يكون المشتري ده. مش عايز حجج وكلام فاضي. خلاص اهدى. مديرة المتحف حددت لي معاه قابل فيه الراجل اللي اشترى السرير. انا هكسر دماغه ولد الجزمة ده. ما ينفعش تيجي معايا، انا هقابله بكرة لوحدي. ليه؟ انت سبت له رئيس حربي. هو لسه شاف سب ولا سمع شتيمة؟ انت المسؤول قدامي. السرير ده لو ما رجعش انا مش هقول لك هعمل فيك ايه. خليها مفاجأة. روح. We have a meeting with Mr. Bino. ID. اصبرك. الو مستر بين. اهلين. اقعد. احنا كنا جايين لحضرتك يا مستر بينو عشان نرجع السرير. البضاعة اللي بتنباع لا ترد ولا تستبدل. عندك حق، بس احنا الحقيقة عاوزين السرير، وعشان كده قلنا نحط مليون دولار زيادة على تمن اللي حضرتك دفعته. لا، طب أقول لك على حاجة، إحنا هنحط 2 مليون دولار زيادة. قلت إيه؟ يا خي أنا جامع تحف كولكتر، مني تاجر، أنا بشتري ما ببيع. بس شو هالإصرار على تردوا السرير يعني؟ الحقيقة يعني يا مستر بينو إنه صاحب السرير الرئيس حربي متعلق بالسرير ده قوي، عشان بنته الله يرحمها كانت بتنام عليه.
أنا واحد من أولادي مات وهو صغير. بقي في حياته. بس هو من الأصل ليه عرض السرير للبيع؟ هي الحقيقة كانت ظروف. صاحب السرير هيدا صاحب السرير شوي قليل أدب. بس من شان موضوع بنته اللي تأثرت فيه أنا ممكن أطلب 3 مليون وتاخده السرير. 3 مليون كتير قوي يا أستاذ. وقتها ريس قلت على أبوي قليل أدب. يا ضاحي. اللي بإيه رأيك إنك حترجع السرير ورجلك فوق رقبتك؟ أنت جاي تهددني؟ وهدد أمك كمان. تعملوا ده؟ قصر الكلام. هتاخد عرجك وترجع السرير ولا لا؟ ديفيد. Get this man out of here. Now! مستر بينو، أنا بعتذر. بس هو عاوز البيعة تتم ضد إرادة أبوه. قاصد يضايقك. هو فعلاً قدر يضايقني. انتهى الموضوع. برا. برا! هنقول لأبوي كلمتين ورد غطاه. قلنا للراجل خد فلوس ورجع السرير رفض. مش هنجيب سيرة حاجة تانية. مش هقول له كده طبعا. أنا هقول له على اللي حصل. يعني إيه؟ يعني لو ما قلتلوش على اللي حصل أنا اللي هتدبس فيه. هقول له إنك كداب. تبقى كلمتك قصاد كلمتي. محدش هيصدق. عشان معروف أنت اللي عاوز تخلص من السرير. طب اعمل اللي بقول لك عليه لإلا مش هيطلع عليك نهار. إيه الحكاية؟ أبوك عاوز يقتلني. ولاد عصام عايزين يقتلوني وانت عايز تقتلني يا اخي انا مش عايز اموت دلوه وقف هنا ستوب راح فين عم جو الو يا سراج بيه اسمع معلش يا مستر بينو جيت لك تاني بعد ما طردتني بس المره دي ما جيتش ويدي فاضيه جيت ومعايا الانتربول شوف عاد عاوز تعمل ايه تتعاون ويا دار ما دخلك شر ولا سير ام افريد يو هاف نو تشويس سو شو من شان الفرق اللي قلت انك رح تدفعه سامحني في ده ده كان عرض خاص والفتره محدوده ايه وافق الله يا ابوي حاولت معاه بكل الطرق بس السرير عاجبه هو طالع فين تلاقيه خاف اللي هتعمله فيه ما عرفش راح فين طب قسما عظما عارف لو ما كنت جيت
كنت هجيبك لو كنت فين. على مهلك رئيس حرب. تفضل يا مستر بينو. لو بدك السرير يرجع لك عندي شرط واحد. ايه هو الشرط؟ ضاحي يشرب من هاي. احنا ما حدش اتشرط علينا. ده ايه الحكايه دي؟ الموضوع ده ابويا احكوا لك بعدين. طب اشرب يا ضاحي. اشرب يا ابوي تحت سد الكلام. اشرب. هيك تقدر تبعت حدا ياخد السرير بدون اي زياده. سلام. سلام. أنا ما بهربش يا رئيس حربي. لا ده أنت معلم. إيه تمام؟ طمن، السرير شحن على الطيارة. So Mr. Harvey, we want to work with you again. وليه؟ بقول لك عاوزة تشتغل معاك تاني وتالت. إن شاء الله. قطايا. ايوه يا سراج بيه. انتوا ليه سبتوا السرير يطلع على الطيار؟ احنا اصلا ماشيين دلوق. انا شافك ما تقلقش. شفتكم خلاص. وصلوا الرصه بتاع الانتربول طلب مني احنا استنى شويه. تقريبا في حاجه عندهم في الاجراءات. خلي بالك. سلام. ليه اتسرست حربي؟ What is this? You're under arrest. What do you mean? You entered without a visa. You're under arrest. لا الفيزا رايح نفسك. Here is the visa. حتى الانتربول. Sorry. I'm sorry. Tell Mr. Harvey that Interpol was after you, but now I handled it. قالت ايه؟ بتقول ان البوليس كان مراقبنا بس هي خلاص اتصرفت. شكرير يلا مين؟ بوليس يلا. كنت فين يا وعد يا مقدر؟ كنت فين يا وعد؟ دي خزانة وبابها مسكر. كنت فين يا وعد؟ الجرح بطران خلفنا
السماء.